يا حنان ويا منان يا واسع الغفران، اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافيها واعف عنها، اللهم اكرم نزولها ووسع مدخلها، اغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها ولسائر اموات المسلمين، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، اللهم زد في حسناتها وتجاوز اللهم عن سيئاتها، اللهم شفع فيها القرآن، وشفع فيها الصيام، وشفع فيها الصلاة، وشفع فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أرجو من كل الناس اللي بتحبها، اللي هي فعلا بتحب مصر كلها، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة، لأن فعلا هي كانت ست عظيمة، كانت نعمة الأخت ونعمة الأخ ونعمة الزوجة ونعمة الصديقة ونعمة الخالة ونعمة العمة، هي كانت كل الحاجات الحلوة في حياتنا، وإن شاء الله هتفضل طبعا أعمالها موجودة، وربنا يكرمها ويقف مكان أحسن، يعني حوالي مع ألف سلامة هتوحش كل الشعب المصري، لكن هتفضلي موجودة بيننا حياتنا وفي ذكرياتنا، كل حاجة حلوة، كلها ما هنفتكرك، هنفتكر الدنيا بخير، ألف سلامة مع ألف سلامة في جنة الخلد إن شاء الله، وربنا يعني يكرمنا ونصلي ونروح معاك إن شاء الله، وحاولت ألف رحمة الناس أفضلت قوي وجود حضرتك، يمكن رغم تصريحاتها اللي قالت إن كان في خلافات بينكم، بس عمر ما كان في خلافات بينا على فكرة حقيقة، يعني هي عمرها ما قالت إن كان في خلافات بينا، وهي كانت عمرها تقول إني أنا ماليش في الدنيا دي غير سيف وأمل، ويعني وهي احنا اللي خسرنا من هذا الحكم. عشرة نص قرن يا استاذ سيف، اكثر من نص قرن، احنا من سنه 63 انا عايز اقول كلمه شاهد، عشرة نص قرن مع حضرتك او اكثر من نص قرن، الذكريات اهم ذكريات، كل الحاجات الحلوه اللي في الدنيا دي كلها بقول لك كانت نعمه زوجه ونعمه اخت ونعمه العمه والخال والصديقه، وكانت ستي كرامه، كانت ستي كريمه، كانت بتحب الناس كلها، هتهالي عملت خير لكل الناس، دافت عن كل شيء، كانت مع الغلابة، يعني هي بنت بلد جدعة، وألف رحمة نور عليها. كنت أنت بتخاف من صراحتها أحياناً، يعني هي حتى في الفترة الأخيرة كانت لها تصريحات جريئة كده. هي طول عمرها ليها تصريحات جريئة، وأنا اتعودت عليها، فأنا هخاف منها ليه، أنا كنت بحبها وقابل منها أي حاجة وبسامحها عن كل اللي هي عملته، وأنا عارف إنها عملت أعمال عظيمة وفي ميزان حسناتها وخيرها كتير على كل الناس. كان في لها وصية معينة أو في حاجات معينة بتحب إن أولادها حتى يعملوها أو الناس اللي حواليها، أو وصلت مثلا بحاجة الناس غلابة معينة تفضل معاهم طول الوقت؟ هي يعني في الآخر حست إن هي عملت الرسالة اللي عليها وخلاص عايزة تروح لابنها كريم تروح، وربنا حقق لها نيتها اللي كانت بتحلم بيها.
حضرتك زعلت من قرار الانفصال، هل تمنيت ان كان اخر عمرها يكون مع حضرتك ولا القرار؟ حبيبي هي عمرنا احنا ما انفصلنا، يعني قرار هي اخر يوم احنا مع بعض، هي ملهاش في الدنيا دي كلها غيري وغير انت. الف رحمه. انت بنتها عامه، انت شفنا حاله بنتي بنتها عامه الحاله النفسيه او بنت حضرتك الحاله النفسيه برضه، ربنا يكون معاها ويكون يقدرها عليا خير ويدعوا لها، ويعني ربنا مش هيبقى ما ينساش حد اكيد. يعني عايز توصي جمهورها بايه؟ يدعي لها، اهم حاجه في الدنيا يدعي لها، لانها فعلا عملت لنا حاجات حلوه، فاقل حاجه يعني واجب نحوها ان احنا ندعي لها بالرحمه والمغفره. الف سلامه. انا عايز اقول حاجه، اقول لهم علي ده، انت قول لهم علي ده شاهد معايا 35 سنه، علي ده شاهد معايا 35. انا كنت كان السواق الخاص ليا الاستاذ رجاء. انا عايز اقول حاجه، اولا انا بحييكم على وقوفكم كده وعزاكم معانا. انا اسمي علي حسن ابو شنيف، انا كنت بشتغل مع الاستاذ سيف ورجاء هانم حسين، وكنت يعني بعتبر مدير اعمالهم على مدار 35 سنه. اولا هكلم على الاستاذ سيف. استاذ سيف دوت، لا هقول، انا هقول كلمه حق، اقسم بالله اقسم بالله، استاذ سيف دوت يعني خير متغطي خالص، وقوف وجدعنه واجب ورجوله فوق الوصف، ما بيتكلمش بامانه، واخد بالك. وطبعا انا الحاجه رجاء دي ليها في نهايه يعني حديثي مع حضرتك، انا هقول استاذ سيف عبد الرحمن، وشهاده للتاريخ وانا اتحاسب عليها عند ربنا. استاذ سيف عبد الرحمن ده راجل جنتلمان، صاحب واجب ذوق قوي، واجب فوق ما تتخيل، راجل متواضع. لو انت عندك عزا في منطقه بلدي هيجي يعزيك، لو انت مريض بيجي يعزيك من غير ما حد يعرف ولا بتاع. نتكلم بقى على الشق الثاني، الحاجه رجاء هانم حسين، انا تشرفت ان انا كنت في خدمتها على مدار 35 سنه، انا كنت يعني بعتبر مدير اعمالها هي واستاذ سيف، انا عمري ما شفت منها الا الخير. هي يعني شخصيه اسطوريه جباره، بس معجوره بميت حنيه، انسانه تمشي في الشارع كده يعني ممكن مثلا ماشيين بالعربيه وكده وفي الاخر ما تلاقيش معاها فلوس، فرقت الفلوس على الناس كلها، وكانت بتبقى سعيده جدا جدا، وصاحبه واجب درجه اولى. واوعى تصدق ان كان في خلاف بينها وبين سيف الدين بيه عبد الرحمن، الراجل المحترم اللي اكتشف تلتين ان مكان كل طبعا فنانين مصر الكبار ومخرجين، وانا شفت بعينيا ازاي هو كان مدير مكتب الاستاذ يوسف شاهين، وهو اللي كانت الناس كلها بتتمنى لقائه وتتمنى تسلم عليه، وهو قمه التواضع والادب والذوق والانساني، هو تربيته كده. وتكلمه يقول لك لا انا راجل بسيط جدا، واخد بالك. وعلى فكره استاذ سيف ده رفض يشتغل في هوليود، ده عمل افلام اجنبيه واخد بالك، رفض وجي نزل مصر هنا. والحاجه رجاء دي بقى رحمه الله عليها كانت انسانه خياليه، إنسانة بتدي لله وتدي جامعات الخيرية لغاية أقسم بالله لآخر يوم من عمرها، والله العظيم آخر مكالمة كانت مع العبد الله الفقير اللي هو أنا علي حسن، وأنا بدعي لها بالرحمة، وبتمنى كل الناس اللي موجودة والشعب المصري إذا كان بيسمعني. وعلى فكرة ما تقال عليها إلا الست الهانم الحاجة المحترمة، الإنسانة الذوق اللي بتعرف حدود ربنا في التعامل مع الناس. وفي نهاية حديثي بشكركم جدا، وبشكر استاذ سيف الفنان المحترم. على فكره انا يعني هو لما بيتكلم يقول لك علي حسن ده صديق العمر، وطبعا دي كلمه كبيره عليا قوي يا استاذ، وانا بتشرف ان انا كنت في خدمتهم 35 سنه، الحمد لله رب العالمين، وفرصه سعيده جدا، وبشكركم على سعه صدركم وذوقكم، متشكرين جدا.